تلقى وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قبيل تقريرين حول مؤشرات أداء مصلحتي الرقابة الصناعية والكيمياء خلال شهر يونيو الماضي، وذلك في إطار المتابعة الشهرية لمراحل تنفيذ خطة الارتقاء بجودة المنتجات المصرية والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك. وقال قبيل إن إحكام الرقابة على المصانع يأتي في إطار خطة الوزارة لتعظيم دور الجهات الرقابية والحفاظ على مكانة الصناعة المصرية، مؤكدا حرص الوزارة على التزام المصانع بإنتاج منتجات مطابقة للمواصفات القياسية ولأعلى معايير الجودة حفاظا على صحة وسلامة المستهلك المصري.